سلام البنات، وش راكم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا بخير، تكونوا بصحه جيده. ان شاء الله نهاركم يكون فات مليح. اليوم جبت لكم وصفه سهله خفيفه ظريفه، تحضريها في الفطور ولا العشاء. وصفه اقتصاديه ما فيهاش بزاف مكونات، غاتا تاع بولي يعني بنص طر تاع دجاج، تقدري ديري بها فطور ولا العشاء. وهذا يعني هاد الطبق يوكل 4 اشخاص. عفسه الاولى تسحقوها، تسحقوا نص طر تاع دجاج. انا الدجاج اللي هنا كنت نقيته وش يعني غسلته من قبل، غسلته مليح ونحيلو كاع داك الزوائد تاع الشحام والعظم اللي يكون فيها، كنت عارفه من داك يكون فيها شويه عظم كامل. نقسمو هادي مغسول، ما يكونوا كبار ما يكونوا صغار، بهذا الشكل يعني يكونوا ملاح، يعني باش كيتقلوهم ما لو كان ديروهم صغار كيتقلوهم يزيدوا يصغروا شويه، تما ديروهم حجم متوسط. كنا نقسمو كاع الزر تاعنا بهذه الطريقه. بعد ما نقلوه، الحبسه الاولى اللي نديروها نديرو شويه زيت في المقله ولا في الطنجره، ونديرو حبه بصله تكون متوسطه. نقسمو هادي مغسول صغار ونحطو الحبه بصله تاعنا تتقلنا شويه حتى تدبال. كي تدبال البصله تاعنا، انا واش تحبها فلفل حمراء وحبه فلفل خضراء، كنت نقيتهم وقطعتهم دي مغسول صغار. نقلوهم شويه الفلفل هذاك مع البصل، ابخي نزيدو لهم هذاك البولي اللي يكون نقص منه دي مغسول صغار. كي نزيدو البولي لهنايا لاموطارد، لاموطارد حطيت لكم واحد البنه خرافيه في هاد الكغاتا. ديروا مغرفه صغيره تكفيكم، يعني مغرفه صغيره اللي ما عندوش يقدر يستغنى عليها عادي. رشه تاع فلفل الكحل وراس الحانوت وشويه كركم والملح اختيار، الملح يعني حسب الذوق مش اختياري، عفوا الملح حسب الذوق، يعني كل واحد وكيفاش يحب. عفسه مالحه كاين اللي ما يحبش الملح كاع، الملح نتوما تتحكموا فيه ماشي انا اللي نتحكم فيه. نخلط كاع المقادير مع بعض ومن بعد نغطيهم ونخليهم يطيبوا بلا عقل ابتي فو. انتوما ما تغلقوا روحكم وما تزيدوا لهم لا ما لا والو، الدجاج الفلفل هذا كل بصل مع البولي حيطلق لاصوص تاعهم. ندوزوا لهنايا، لهنا بالنسبه للبيشاميل، البيشاميل ما كاينش اللي ما يعرفش يديرها، سهله يا اسرع. بصل مغرفه زبده مغرفه فرينه، نقلوهم مع بعض ونزيدوا لهم ربع ريت الحليب. نتوما لهنا اذا حبيتوا تستعيروا روحكم بزاف ولا كنتي مزروبه ولا، استعملي لا كريم ليكيد، يعني تقدري تعوضي البيشاميل بلا كريم ليكيد. نخلطوهم، نقعدوا غير نحركوا بالفوبي حتى تتقال شويه. شوفوا نتوما ما تخلوش تقال بزاف، يعني غير تتقال غير شويه برك. ونديروا رشه فلفل الكحل ورشه ملح، الملح ما تكثروش خاطر الفرماج ديجا فيه الملح وديجا لا فرص انا درنا فيها الملح تاع البولي هذيك. لهنا نزيدو واحد القطعه تاع جبن، انا درت قطعه كبيره تاع جبن لهنايا، نذوبها مليح. الجبن اي نوع تحبوه واي نوع عندكم في الدار. لا فاس بعد ما طابت، يعني نشفت طاب البولي هذا كل فلفل طاب ونشفت لا فاس تاعنا، ما تخلوهاش ما مزيته ولا ما مرقه، لازم تكون ناشفه. حطوها فوق المول، اي مول عندكم، ولا تقدروا تستعملوا لي مول صغار، يعني كل واحد المول تاعو، ولا تستعملوا مول يعني يكون عادي على ضربه. لهنا نفرغ هذيك البيشاميل فوقها، ما تخافوش البيشاميل شتو القوام تاعها كيفاش جات، ما جاتش ثقيله بزاف، لازم القوام تاعها يكون هكذا، واش القوام تاعها يكون كيما قوام تاع لا كريم ليكيد. نفرغوها ونديروها فرماج رابي، فرماج رابي لازم يكون نوعيه جيده اللي تذوب ماشي هذاك البلاستيك وكامل، خاطر كاين فرماج اللي تحرق. شوفوا لهنا طيب لكم حوالي 10 دقائق ربع ساعه، ومن بعد شعلوا الهام الفوق تزيد غير تحمر شويه. شوفوا لهنا الفرماج هذاك داب لي، انا الفرماج اللي درتو راه داب مليح. شوف كي جات بزاف بنينه وريحتها جات تشهي. جربوها وصفه سهله، ما تديلكمش بزاف من وقتكم، اذا كنتي مزروبه وحاصله ما قدرتيش طيبي ما عليك غير بهذه الوصفه. اذا حبيتوكش وصفات قولوا لي شاركها معكم. سلام.